الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا مع لامية الأفعال زيادات بن زين وزيادات الحضرمي ما شذ عن قياس المضاعف اللازم الضرب الأول ما التزم فيه الضم أو اللازم المضموم، وعندنا 46 فعلا. طبعا شطر البيت تابع للدرس الماضي، وضم مع اللزوم فمرر به وجل مثل جلا هبت وذرت كر هم به وعم زم وسح مل أي ذمل وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخل. عندنا الآن في هذه الأبيات عندنا 18 فعلا. مر يمر جل يجل، جل هنا شيخ قال ماذا؟ قال مثل جلاء، جل يجل أي من الجلاء، وليس جل من يجل من التعظيم، إنما هو من الجلاء وهو الرحيل. هبت تهب، ذرت تذر، أجت تأج، كر يكر، هم يهم، عم يعم، زم يزم، سح يسح. إذن عندنا زم يزم، وهنا كر يكر. إذن زم يزم، سح يسح، مل يمل، أل السيف يؤل، شك يشك، أب يأب، شد يشد، شق يشق، خش يخش وهو الستر، غل يغل من الغلول. وهذه 18 بيتا فعلا في هذه الأبيات الثلاثة.